جزاك الله خير. طيب يا جماعه، ربنا سبحانه وتعالى ذكر في القران الكريم وقالوا لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم. ما هما القريتين؟ مكه والطائف. اجابه صحيحه، جزاك الله خير. من هو النبي الذي امن به جميع قومه؟ سيدنا يونس. خذ اجابه صحيحه، جزاك الله خير. سيدنا يونس آمن به جميع قومه. من هو النبي الذي لم يؤمن به احد نهائيا؟ هذا من لوط. اجابه صحيحه، سيدنا لوط لم يؤمن به الا بناته الاثنين طلعوا معاه وامراه طلب عليها هلكت. قال النبي عليه الصلاه والسلام: من صلى الفرضين دخل الجنه. ما هما الفرضين؟ الفجر والعصر. العصر والفجر. العشاء والفجر. عصر والفجر. إجابة صحيحة. أنت جاوبت إجابة صحيحة. تهتم بالتصوير. جزاك الله خير. لماذا فرض الرسول صلى الله عليه وسلم زكاة الفجر؟ تزكية للصائم من الذنوب. إجابة صحيحة. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفجر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. قال هل الذي لا يؤخذ زكاة الفطر صيامه مقبول ام مش مقبول؟ مش مقبول. ناقص ناقص يا شيخ. ناقص. صيامه قال اغلب العلماء مقبول، ولكن في حديث ضعيف عن النبي عليه الصلاة والسلام يعني ضعفه اهل العلم منهم الشيخ الالباني عليه رحمة الله. قال حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: رب شهر رمضان معلق بين السماء والارض لا يرفعه الا زكاة الفطر. وهذا الحديث ضعيف للامانه، لكن هم قالوا العلماء هو الصيام مقبول، ولكن زكاة الفطر بتطهر لك اللغو والرفث اللي كان طوال الشهر. مش معقول يعني كان 100 واحد ماشي في الشهر كده، اكيد فيها فوات منه بتحصل. فزكاة الفطر دي طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. هي مش فرض، هي سنة. لا هي فرض. هي زكاة الفطر فرض. برضه بس مش اكيد يعني. من هم الذين واجب عليهم اخراج زكاة الفطر؟ كل المسلمين. كل مولود حتى اللي لسه مولود. زكاة الفطر فرضها الرسول صلى الله عليه وسلم على جميع المسلمين. حتى اللي لسه مولود. والذكر والانثى. كل حتى الفقير اللي ما معهش واجب عليه زكاة الفطر. قال لك طالع منين ده؟ مش معايا. قال لك يخرج مما يأتي له من زكاة الفطر. الفقير يعني زكاة الفطر ما حدش معفي منها خالص. المرأة والرجل والذكر والأنثى والطفل. قال بعض العلماء حتى الجنين اللي في بطن أمه تطلع له، بس قول ضعيف. بس قال لك يعني اطلع كل الناس، حتى يا جماعة الرجل المريض الذي طاعن في السن الذي لم يصوم واجب عليه زكاة الفطر. المريض الذي مريض مرض مزمن ويطعم واجب عليه اخراج زكاة الفطر على الجميع. طيب هل يجوز اخراج زكاة الفطر نقود ام طعام؟ الاثنين. اجابه صحيحه. الشافعيه والمالكيه والحنابله قالوا لا يجوز اخراجها نقود. قالوا ليه؟ العلماء ردوا عليهم قالوا ليه بيقولوا كده؟ قالوا لان الرسول عليه الصلاه والسلام فرض طعام الفطر زكاة الفطر صاع من شعير وصاع من تمر. وهذا الحديث في صحيح البخاري. قالوا هل لم يكن يوجد نقود على عهد النبي عليه الصلاه والسلام؟ في فلوس. طيب ليه الرسول ما كانش مطلعها فلوس؟ هل الرسول لا يستطيع ان يخرجها نقود لو هي نقود؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم فرضها طعام من اجل اطعام المساكين، فهو ده الغرض. ولكن الحنفيه قالوا يجوز تيسيرا على المسلمين، ومن اراد ان ياخذ بهذا الراي يأخذ، ومن أراد أن يأخذ بهذا التركيب يأخذ ولا حرج. ما هو آخر موقع في إخراج زكاة الفطر؟ قبل صلاة الفجر. قبل صلاة الغيب. قبل صلاة الغيب. آخر موعد في زكاة الفطر قبل صلاة العيد. واللي طلعها بعد صلاة العيد تبقى هي زكاة الصدقة. سؤال مهم، لو اجتمع صلاة العيد مع يوم الجمعة هل تسقط الجمعة ولا تسقط؟ لا تسقط. لا تسقط. لا تسقط. لا تسقط.
الموضوع ده في خلاف بين اهل العلم، تمام؟ قال النبي عليه الصلاه والسلام في حديث رفض، قال من اراد ان يصلي فليصلي. وقد قالوا ان صلاه العيد، صلاه الجمعه لا تسقط في صلاه العيد، لانه قد في صلاه العيد سنه ايه؟ سنه مؤكده، وصلاه الجمعه او هل السنه تسقط الفرض؟ لا، لانك انت تصلي صلاه العيد وتصلي صلاه الجمعه، ومن اراد ان يحدث بالتخفيف فليس حرج. واحنا برضه بالعقل كده، انت هتصلي الظهر فين؟ فين؟ كده كده الامام هيصلي الجمعه، هيصلي وحده الظهر كده كده هتصلي معاه، فانت كده كده عليك ان شاء الله هتصلي الجمعه. طيب سؤال ثاني، من هي جدة العرب؟ ايه؟ جدة العرب من جمال؟ الإجابة صحيحة، جزاك الله خير. جدة العرب هي السيدة هاجر. ما هو اسم سيدنا أبي ذر الغفاري؟ اسماء الصحابة جندب، إجابة صحيحة. يلا يا عمر، جندب بن جلادة رضي الله عنه. من هو حبر الأمة وترجمان القرآن؟ عبد الله بن عباس، إجابة صحيحة. من هم الأنبياء الذين أرسلوا إلى العرب؟ منهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هود لا تتالي. هود وصالح وشعيب. الله أكبر عليهم. سيدنا هود وسيدنا صالح وسيدنا شعيب. طيب تمام، أول شهيدة في الإسلام؟ سيدة سمية. سيدة سمية، إجابة صحيحة. سمية بنت خياط. زوجة ياسر الصحابي. من؟ أم عمار. من هو الذي آخر سؤالين، من هم الذين قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام صبرا على ياسر فإن موعدكم الجنة؟ عمار، عمار بن ياسر. وأم سمية وأم، جزاك الله خير. خذ يلا. طيب من هي القبيلة التي قابلت السيدة هاجر بين الزمزم؟ آخر سؤال. قبيلة جرهم، إجابة صحيحة. عن مكة، جزاك الله خير. هذا من المسار بتاعتنا، فين الواد اللي حافظ سورة عبسة؟ تعال تعال يلا عشان تاخد الجائزة. يا دين يا طب ايه طبعا ليك لعل او يذكر او يتذكر وتنفع ذكرك اما من تغنى فانزل او تغنى وما عليك جزاك الله خير جزا سعد قول يا ابو بسم الله الرحمن الرحيم.